السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم لحظة. كما راكم تشوفوا في العنوان، لا سيارات جديدة قبل 5 أشهر. هذا العنوان إن دل إنما يدل على شيء واحد ووحيد، وهو فشل وزارة الصناعة في تسيير ملف استيراد السيارات الجديدة. دوك نقولكم علاش. السيارة كما تعرفوا كامل تعتبر سيارة كمالية في الدول الأوروبية والمتطورة. علاش نعتبرها سيارة كمالية؟ لأنها متوفرة بكثرة، وأي واحد يقدر يشريها في أي لحظة وفي أي وقت. معناتها أنا كي نحب نروح نشري سيارة، فتكفيني الصالير تاعي ولا الشهرية تاعي باش نجيب سيارة، لذلك نعتبرها كمالية. لكن في الجزائر، بسبب وزير الصناعة فرحات أيت علي إبراهام، وكذلك السياسة اللي راهو متبنيها، وكذلك الممارسات اللي راهو يديرو فيهم، أصبحت السيارة غير كمالية وأصبحت أساسية. الحاجة وين تتكون أساسية؟ لما يكون الطلب عليها كثيرا وتكون هذه الحاجة نادرة. معناتها مادام هذه الحاجة راهي نادرة في السوق وكاين طالب عليها بزاف، وراهي ضرورية في الوقت الحالي والمواطنين كاملين راهم يطالبوا بها، بصح ما وفرتوهاش، هنا في هذه الحالة تعتبر أساسية لأنكم ما قدرتوش توفروها، ما تعتبرش كمالية يا السيد الوزير فرحات آيت علي إبراهام. نقطة كذلك أخرى راح نحكيه عليها، اللي هي الشفافية اللي كان يحكي عليها وزير الصناعة من قبل، وكان يقول أنه هذه وزارة الصناعة هذه تعمل في شفافية وراح تكون صريحة مع المواطنين. إلى غاية الآن 40 يوم من تاريخ وضع ملفات وكلاء السيارات لدى وزارة الصناعة، ما كاين حتى حاجة ولا معلومة لدى المواطن بخصوص هذه الملفات. كل الأمور غامضة، وين راهي الشفافية اللي كان يحكي عليها؟ تضارب كبير بين القنوات الرسمية، وحتى المسؤولين تصيب ما عندهمش معلومة بخصوص استيراد السيارات الجديدة والتاريخ تاعها. لما نروحوا مثلا لي دي بي تي ولا البرلمانيين أعضاء المسؤولين، أو كان مؤخرا صرح وقال لك أن استيراد السيارات راح يكون في فري مارس، بصح لما شفنا اليوم وش ذكرت جريدة الشروق في الجريدة هذه وفي العنوان تاعها ولا في المقالة تاعها، قال لك 5 شهور وما كاينش السيارات. معناتها ماي باش يجيبوا السيارات، معناتها كاينة ضبابية كبيرة، ما كاينش شفافية. هذه رسالة راهي موجهة لوزير الصناعة، لازم يكون العمل في أمور واضحة، وتكون وش راهم يديروا وزارة الصناعة ودراسة الملفات تكون واضحة. الآن نتطرق وش ذكرت هذه الجريدة. الحاجة الأولى أنه بعض الخبراء والتقنيين في اللجنة هذه اللي تدرس في الملفات، قال لك الرد على الوكلاء مش راح يكون إن فوا بورتوس كما يقولوا، مش حيكون مرة واحدة، حيكون بالتوالي. معناتها كل شهر مثلا يعطونا 3 وكلاء ولا 4، سواء بالقبول ولا الرفض. هذه بعد ما قال لك راح يتم الرد على الوكلاء أشهر من تاريخ وضع الملفات تاعهم. هذه النقطة الأولى اللي كانوا ذكروها. النقطة الثانية اللي ذكرها السيد نباش اللي هو رئيس جمعية وكلاء السيارات، قالكم المركبات لن تدخل السوق قبل شهر رمضان المقبل لعدة أسباب، نذكر منها التوطين البنكي. دوك نقولكم على كذلك وزارة الصناعة ومجموعة من الوزارات، منش حاب نزيد نتعمق أكثر، كانوا قالوا أن التوطين البنكي راهم داروا إجراءات باش يسهلوا من أجل استيراد أي حاجة نجيبوها من الخارج. التوطين البنكي كان كما كان فيه بيروقراطية كبيرة، قال لك مؤخرا داروا إجراءات باش يسرعوا في العملية. يوسف نباش قال لك التوطين البنكي على الأقل راح يكون شهر، حتى يمدوا الرخص للوكلاء في شهر جانفي. التوطين البنكي هذا راح يساهم في تأخر عملية استيراد السيارات، وممكن يكون مشهر وطلع. على الرغم أنهم قالوا التوطين البنكي والجمارك كانت صرحات، والمنظومة البنكية تاعك قال لك راهم داروا ريزو باش التوطين البنكي هذا يكون في أقصى تقدير 21 يوم. شوفوا وش قال يوسف نباش بخصوص هذا التوطين البنكي. الإنتاج
الانتاج دوكم فهمكم في النقطه هذه تاع الانتاج. قال لك لازم باش المصانع الام باش يبداو يصنعوا في السيارات حسب لا كوموند تاع الوكلاء ولا لي كونسيسيونير، لازم يتلقاو اموال ولا كيما يقولوا فيرسمو باش يبداو في لا كوموند تاعك. معناتها هذه هي النقطة باش تأخر عملية الإنتاج. مع عملية الإنتاج بتاع المصانع ما تستغرقش وقت طويل، أقصى تقدير لما تطلب كوموند تاعك 20 يوم إلى 25 يوم. كي تكون كوطة كبيرة يوفروها لك في 20 يوم، 20 يوم يكونوا أنجولك الكوموند تاعك. معناتها نزيدوا شهر، شهر تاع هذه عملية التوطين البنكي، ونزيدوا 20 يوم تاع الإنتاج. النقل ماهوش حاجة كبيرة لما تكون السيارات من البلدان الأوروبية، ماهيش راح تفوت السيارة باش يشحنوها 10 أيام، 10 أيام تكون كاينة هنا في الجزائر. معناتها 30 وال20 والعشرة 60 يوم، التوزيع تاعها ماكسيموم كذلك 10 أيام. معناتها هذه العملية كومبلي مع التوطين مع الإنتاج ما راح تستغرق عملية تقريبا 90 يوم من تاريخ الرد على الوكلاء. الرد على الوكلاء كما قلت لكم في فيديو سابق راح يكون ان شاء الله خلال جانفي. هذه العملية اكيد ان شاء الله راح يكون الرد على الوكلاء ان شاء الله خلال جانفي. انا واش راني متوقع من هذا وزير الصناعة، السبة الجديدة اللي راح يديرها لنا هي ليروكور ولا الطاعون. ونعرفوا شنو عملية الطاعون في بلادنا من قبل، في السابق الطاعون واش كانوا يضربوا فيها وقت، واش شحال يمارسوا باش يردوا على الطاعون وكذلك يدرسوا الطاعون. هذه في السابق، بالعكس دوكا حاليا راهي العملية راهي أكثر من السابق. كنا في السابق كنا أحسن، مثلا طاعون كانت تستغرق 15 يوم باش يردوا عليها في السابق. حاليا مع الوزير هذا تاع فرحات أي تاع إبراهيم، الطاعون ممكن 90 يوم وما نعرف ليش شفنا الرد على الطاعون هذا. هذه على حساب واش رانا نشوفه حاليا. وراح يقول لكم بسبب الطاعون ماناش راح نسمحوا باستيراد سيارات حتى ندرس الطاعون ويزيد يدرس الطاعون. كما قال لي واحد في لي كومونتير ممكن مع اكتوبر ولا نوفمبر 2021 يقول لك باش يقول لك كاين استيراد السيارات. نجاوبوا واحد بعض الاخوه كانوا يحكوا على استيراد السيارات وقال لك رانا متفاهمين اوضاع تاع البلاد ما عندهمش العملة الصعبة باش يجيبوا السيارات من الخارج، والدليل انهم راح يزيدوا يخفضوا في الاموال المخصصة للسياحة، راح يخفضوها ل 93 اورو. خويا ما عندكش اموال باش تجيب السيارات الجديدة من الخارج، عندك حل اخر، افتح استيراد السيارات الأقل من 7 سنوات و5 سنوات، واسمح للناس المقيمة في الخارج باش يدخلون السيارات الأقل من 5 سنوات و7 سنوات، وهكا الخزينة ما تستنزف ولا دينار ولا عملة صعبة ولا أورو تاع عملة صعبة، والناس اللي مقيمة في الخارج هي اللي تجيب السيارات. انت فقط لازم تدير ميكانيزمات ولا آليات باش تضبط السوق وتكون السيارات اللي يجيبوها وفق شروط ومعايير محددة، مش يجيبوا لنا أي سيارة للجزائر كما كان يقول هو خردة. لا، هذا حل من الحلول بخصوص العملة الصعبة. ولما تكون وزير صناعة المجال تاعك ولا الاختصاص تاعك هو الصناعة وليس استيراد السيارات. هذا التخصص نورمالمون يكون من اختصاص وزير التجارة اللي هو رزيق وليس وزارة الصناعة. ما نعرف الله أعلم عليه مدوه لوزارة الصناعة وبدأت تدير لنا في الطماطولات هذو في ال ما عارف. بالك وزير الصناعة هذا عنده خبرة وعنده حنكة في عملية تأخير وعملية كما يقولوا تقوليب، وهذا بالك عليه وجهوله الملف ليه وما طاوهش الرزيق لأنه ما عندوش لي جوستيفيكاسيون كيما وزير الصناعة. هذا كل ما عندي في الفيديو اليوم، وأي حاجة خاوتي ديروها ماذا بيا ديروها في الفيديو، راني معاكم إن شاء الله ونديروا أي حاجة باش إن شاء الله يوصل الصوت تاعنا والرسالة تاعنا وخاصة المواطن البسيط. والسلام عليكم.